السلام عليكم اهلا بيكم في وصفه جديده من وصفات مطبخ منى النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فرخه محشيه بالرز والخضار اكله متكامله سريعه ولذيذه جدا ان شاء الله هتعجبكم هنبدا دلوقتي نحضر الرز هنجيب معانا هنا حله ونحط فيها بصلية متوسطه متقطعه صغير ونحط عليها معلقتين او ثلاثه من الزيت النباتي وهنبدا ان احنا اول حاجه خالص نشوح البصله هنحط عليها الاول الملح عشان البصله تدبل معانا بسرعه وخدوا بالكو انا بحط الملح من الاول ده الملح بتاع الرز كله بعد ما البصلة اتشوهت معانا بالشكل ده انا معايا هنا خضار مشكل إيه معايا هنا جزر وفاصوليا ودي بسلة انا اعطيها ربع سلقة كده لان نوع البسلة ده للأسف بياخد وقت كتير على ما يستوي لو عندكم بسلة متأكدين ان هي تستوي بسرعة فما تسلقهاش دلوقتي هنضيف الخضار على البصلة المتشوحة وبعد كده هنبدأ نشوح الخضار مع البصل لغاية لما يدبل شوية كده خلاص الخضار زي ما حضراتكم شايفين دبل خالص هنضيف دلوقتي عليه الرز دي كوبايه من الرز البسمتي مغسوله ومنقوعه في ميه دافيه بقالها نص ساعه ممكن تستعملوا الرز المصري عادي جدا هنصفيها من الميه بتاعتها ونبدا نضيفها على الخضار ودلوقتي هنقلبهم مع بعض كده كويس وهنضيف عليهم معيار الميه آه اللي عايز يحط شوربه يحط شوربه بس انا عايزه الرز يكون خفيف شويه فانا هحط ميه كوبايه الرز البسمتي بتاخد لها كوبايتين من الميه ونعمل حساب الخضار يعني نحط كوبايتين وربع كده من الميه ودلوقتي هنضيف عليهم البهارات انا هحط معلقه صغيره من الكاري ونحط عليهم وحدة لومي او ليمون ناشف وكم وحدة ورق لوري وثلاث فصوص حبهان يكونوا مفتوحين ونقلبهم مع بعض كده ونسيبهم على النار لغاية لما يبقوا نص سوا بالشكل اللي قدامنا ده دلوقتي هناخد جزء من الرز عشان نحشي بيه الفرخة وبعد ما اخدنا كمية الرز اللي هنحشي بيها الفرخة هنوطي على الرز النار خالص ونغطي عليه ونسيبه ان هو يكمل سواه ودلوقتي هنبدا نحشي الفرخه بتاعتنا دي فرخه مغسوله ومتنضفه كويس جدا هنوقفها بالشكل اللي قدامنا ده علشان نبدا ان احنا نحشيها وبعد ما وقفناها كده شايفين ما شاء الله نظيفه جدا من جوه هنبدا دلوقتي ان احنا نحشيها بالرز والخضار نحط كميه مناسبة جواها خلاص كده احنا حشيناها بالرز والخضار هنبدأ دلوقتي ان احنا نقفلها هنجيب معانا هنا خله لو عايزين تخيطوها حاجه ترجع ليكو بس الخله اسرع وهنبدأ ان احنا نقفل الفتحات بالخله بالشكل اللي قدامنا ده ، خلاص احنا كده قفلناها كويس بالخله هنعمل بس خطوة مهمة جدا ان احنا هنجيب سكينة و... ونفتح كده من عند الضلوع فتحة ومن الناحية التانية نعمل فتحة برضو وندخل صباعنا كده نتأكد ان احنا لمسين الرز علشان يدخل شربة للرز يكمل سواه ودلوقتي هنبدا نسلق الفرخه بالشكل العادي خالص هنجيب حله فيها ميه سخنه بتغلي ونحط فيها الفرخه ونحط كمان بصلايه وكم وحده حبهان مفتوحه وكم وحده ورق لوري وهنحط كمان على طرف المعلقه كده فلفل اسود وهنضيف دلوقتي الملح بتاع الفرخه احط معلقتين صغيرين او حوالي معلقه كبيره والفراخ بيتحط معاها الملح في الاول عادي خالص على عكس اللحمه وهنسيبها انها السلق بالشكل العادي جدا دلوقتي بعد ما الفرخة سلقت معنا معانا وكمان الرز استوى شايفين هو ما شاء الله مستوي معانا ناخد حبايه كده على صباعنا وندعكها بده بيتهرس كويس يبقى هو كده مستوي تمام دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نحمر الفرخه بتاعتنا عندنا طريقتين يا يعني اما ندعكها كده بنص ليمونه من الناحيتين لو انتو كمان عندكم صلصه حطوا عليها معلقه عسل وقلبوها كده على بعض ويدونوا بيها الفرخه في كل الاحوال بتحمر معانا انا المره دي هدعكها بنص ليمونه وبعد كده هحطها تحت الشوايه انها تتحمر عايزين ان انتو تحمروها في الزيت حاجه ترجع عليكم. ودلوقتي بقى خلاص الفرخه الجميله بتاعتنا اتحمرت دلوقتي انا جبت معايا طبق من الرز وحطيت عليه الفرخه بالشكل اللي قدامنا ده بس لازم نقول بسم الله بقى ونفتحها علشان نشوف شكلها من جوه والرز مستوي ازاي ونرجع بقى الورده مكانها بالشكل ده ونطلع الرز كده لفوق علشان يبان معانا ما شاء الله الرز معانا مستوي كويس جدا والفرخة شكلها يفتح النفس وجبة متكاملة يا جماعة فرخة بالرز والخضار أكلة سريعة ولذيذة جدا أتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم إذا عجبكم الفيديو اشتركوا على القناة فعلوا الجرس أوعى تنسوا تعملوا لايك وشير وتعليقاتكم الجميلة وبألف هنا وعافية